ايش الحكايه؟ ايش الحكايه يا جماعه؟ كل يوم اجي منتظر لكم ساعتين، انتظر لكم ساعتين ليش؟ والاستوديو مقفل، ليش 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 ها؟ ليش ليش؟ شو تروحوا تغدوا؟ تغدوا تغدوا، روح تغدي، روح تغدي يا هاني، بس عزموني عادي. اللي كيف واحد كيف اثنين، اللي كيف اثنين كيف اربعه، ايش الحكايه؟ ايش بتخسروا حاجه من جيوبكم؟ خلاص خلاص ها؟ تتمردوا عليها؟ مالكم ما تتكلموش يا شباب؟ اتكلموا طيب. انا اتكلم، انا الان اعبر عن ما في نفسي، انتم عبروا عن ما في انفسكم، في انفسكم. ايوه عبروا عبروا، هي ديمقراطيه ديمقراطيه. مالك يا سليم ساكت؟ هاني مالكم يا شباب؟ ابراهيم ابراهيم، انا من اول اسالك ابراهيم، ليش الاستوديو مقفل؟ عبر عن رايك، قل لي احكي لي. انا تعبت يا جماعه، تعب. ايش تكلم يا حبيبي تكلم. ايش ابي ابي ايش في؟ يعني من شدة الديمقراطية، ويعني عشان تعرفوا انه في ديمقراطية حلوة. بقايا النظام، بقايا نظام العائلة، هددوا صحيفة الأهالي تهديدات ووعيدات ومش عارف يا يايات. لكن ليش ليش مش احنا في ديمقراطية وننشد الدول المدنية وتشو حوار حوار في تهديدات؟ ليش؟ إذا في عليكم يعني يعني في 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 حاجة في الصحيفة وفي خطأ في الصحيفة أو الصحيفة أخطأت، في قضاء ها شكوا فيها، خلوكم رسمي. مش حلو ال أعتقد إنه يعني اللي يسمونه حرية التعبير، يعني هذه الديمقراطية. المهم اللي مش مقرر علينا حفظه انه هو 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 تعاملهم من زمان، يعني 33 سنة وهم يتعاملوا بالديمق هذا، تمام. لكن في عام الثورة 2011 تحديدا يوم 27 ابريل، هذا عيد الديمق هذه اللي عندهم يعني. وفي ملعب الثورة لما خرج الشباب في مسيرة سلمية بحتة، جاءوا ومعهم جثث جاهزة جاهزة ليقولوا بأنها سقطت. ما بش يعني ما دخلوش في معركة مع رجال الأمن. جاءوا ومعهم جثث جاهزة جاهزة ليقولوا بأنها سقطت. ما قتلش حد منهم، أنا أقول لك جاءوا ومعهم جثث جاهزة إلى مقر الملعب ليقولوا قتلوا، يثبتوا لنا هذا بالصورة. ومن الأخبار الجديدة، الأسبوع اللي راح حصلت مناسبة كبيرة ومهمة حلوة، وهو تسليم القوات الجوية. بهذه الروح العالية جرى الاستلام والتسليم بين قيادتي القوات الجوية والدفاع الجوي السابقة والحالية بإشراف من اللجنة العسكرية العليا ووفقا للإجراءات المتبعة من وزارة الدفاع. يعني يا جماعة عشان نسلم أو نعمل قرارات لازم نجيب بن عمر يشرف عليها، الراجل ما عنده الشغل غيرنا. اليوم ما حدث في القوات الجوية ووجودنا هنا دحض كل الشائعات التي يعني أشيعت في على أساس أن قائد الجوية متمترس في قيادة الجوية وأنه لم يسلم القيادة. وبعدين نجي لموضوع الإشاعات اللي قال عليها يعني موضوع الإشاعات. المتحدث الرسمي يقول في إشاعات. طيب والمطار اللي تقفل قدام عباد الله وصوروه الإعلام، ها هذه إشاعات. الأمر الثاني، مش هذا القرار حق تغيير القادة العسكريين كان من قبل، يعني له أكثر من شهر، ليش سلموا زي قائد المنطقة الشرقية؟ سلم المنطقة الشرقية للقائد الثاني وخلاص. لكن ها قائد القوات الجوية
طبعا لقد راح هذا ما سلمش الا لما جاء ابن عمر. ابن عمر انا مره ثانيه مش اقومش من فوق الكرسي هذا الا لما تجي انت. ليش انا قليل؟ وانا والله قد ضعيه موقف صغير هذا انا اهم كيف يمشي بعدين السيارات والبترول قدو يعني هكذا بيشتغل بشكل دائم. لكن عاد انا يعني اسفخ لي من الوزاره دبه عبد القناديل انا مش قادر اضحك اكثر من كذا. عبد القناديل معه موكب ومحصلش بترول. يا الله انه يعبي دبه دبه. يعني الشعب اليمني كلهم عندهم مواكب. صرح بسقوط ومن سفكت دماءهم ب 52 شهيد. بينما 58 شهيد. بينما جميع المحاضر وفي النيابات والمحاكم لم تصل إلى هذا الرقم ولم تصل حتى إلى 48. طيب آخر كلام كم تشتي؟ 48 ولا 58 ولا 52؟ كم يعني إنه راحوا يعني حسب ما قلت يعني إنه 48 شخص راحوا في مجزرة الكرامة. يعني خسارة يا جماعة خسارة. الأصل كانوا 50، لو كانوا طلعوا 50 كان بيكملوا النصاب، يعني كان بيكون في معدل حلو، لكن 48 خسارة. ولم يتبقى إلا 2. طبعا هذا الكلام أنا ما جبتش من عندي، هذا الكلام منشور هنا في صحيفة 26. طبعا هذا الكلام مش من عندي، هذا الكلام مش من عندي، تمام؟ هذه الصحيفة اللي قالت هذا الكلام وش بي عندي. يعني الأصل واحد يعني يكون يقرأ كويس ويسمع كويس لأنه مقرر حفظه ودراسة، تمام؟ ما فيش حاجة محذوف، يكون يعني من الصحيفة، تمام؟ يعني اتوقعوا في مؤتمر صحفي الأربعاء تاريخ 2/5 يعني أنا الآن أسجل، الآن تسجل الحلقة في 3/5 يعني أمس. زوجة القندي جاءت وهاجمته داخل المؤتمر. والثورة ما جابسني إلا إلى هنا، فأنا امرأة ومثلي مثل بقية النساء في اليمن، وأنا امرأة يمنية ولا أختلف عن الأخت توكل كرمان التي وصلت إلى أعلى المراكز القيادية والتي استطاعت أن تحظى وترفع من شأن المرأة، فلا أقل شأنا عنها، وهي وأنا أبارك هذه المهمة. معذرة أيها الأخوة، معذرة أتيح الفرصة لأقول، لأني ما جئت إلى هذا المكان وفي هذا الوقت إلا لأن هذا الرجل تناولني، ولن أسمح أبدا لأن يتناول. لا اسمح لي لو سمحت، دعني أكمل، فلا تخرسني فقد أخرستني سنين طويلة، فأرجوك أن تدعني أتكلم. لا أستطيع أن أسكت عن أناس أرادوا أن يمسوا المرأة وهم يقولون بأن المرأة يعني لها الحق. أي حق هذا وهم ينتزعون حقوق المرأة؟ وأول واحد أنا أوجه له هذه التهمة وأنت يا أيها الأستاذ القندي. أن تكون غبيا فهذا شيء يعنيك أنت، وما فيش لحد دخل يعني، لكن الكارثة أنك تتعامل مع الناس على أنهم أغبياء. من الأشياء الرائعة اللي تناولتها كثير من الصحف والأخبار أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي أكد شخصيا أن القضاء لازم يكون مستقل، وقال امنعوا التدخل في مهامكم أيا كان شكله أو نوعه. وهذا شيء إيجابي كثير، لأنه لازم يكون القضاء صادق وعادل ونزيه، يعني ثلاث أخوة. ولهذا بنزاهة القضاء الحياة بتستمر بدون أي مشاكل، وكل واحد بياخذ حقه بما فيهم العامل. العامل إلا نعطيه إجازة في السنة بمناسبة عيد العمال. يا جماعة مش شرط يكون في إجازات أو أغاني للعمال، ممكن يكون يوم عمل عادي. ما هو ما شاء الله حياتنا إجازات بدون إنجازات.
العامل يا جماعة يا مسؤولين محتاج علاوات، مكافآت، تحفيز. الواحد يجي له عنده يقول له شكرا. يحتاج له دعم، تطوير في تخصصه، شوية دورات. يحتاج له تحسين معيشة، زيادة في الرواتب، زي عمال النظافة اللي ما لقوش اهتمام ولما توقفوا عن العمل شفنا كيف كانت العاصمة وبقية المحافظات، مش كيف كانت وما زالت. غاب المسؤول أشهر، والله ما حسيت بغيابه، وسقط نظام وانتم عارفين ايش الموضوع. لكن عامل النظافة غاب يوم واحد، حينها أدركت أنا لمن أحتاج. الفساد في الهيئة العامة لمكافحة الفساد. قرر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم، يعني هذاك اليوم، صرف مليوني ريال لعضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام اسمه تيت. وطبعا كشف مصدر مسؤول في الهيئة أن مليوني ريال منحت لتيت بما تسمى مساعدة مالية لمواجهة أضرار ما تعرض، يعني منزله اللي تعرض له أيام الحرب اللي شهدتها الحصبة، يعني منزله تعرض لحاجة فشتي. وأوضح المصدر أن تيت طالب الهيئة في وقت سابق ب 13 مليون ريال تعويضا عن تضرر منزله، ورفض بصورة غير رسمية مزاولة أي عمل في الهيئة قبل صرف المبلغ. وذكر المصدر أن مطالبة تيت تزامنت مع استلامه بدل سكن منذ أكثر من 10 أشهر. طبعا هذه مخالفة قانونية، بما يعني مبلغ يصل إلى 200,000 ريال شهريا، إلى جانب ما يستلمه كل عضو شهريا في كشف الراتب بواقع 75,000 ريال باعتبار عضو الهيئة بدرجة وزير. يا ترى يا مكافحة الفساد أو مكافأة الفساد، ما أدريش يعني، دبروا أنفسكم لأنه الحلقي لهنا. يا ترى المواطنين البقية بتدفعوا لهم تعويضات للمنازل اللي حصل فيها أضرار أو يعني بأيام الحرب حق الحصبة، ها؟ ولا تقدروا تعوضوا الطفل وأسرته بسبب اللغم اللي أصاب رجله؟ وكنت حاسس إنه حصل لك شيء ولا ما كنت عارف إيش اللي حصل لك؟ لا حاسس. إيش كنت عارف إيش اللي حصل لك؟ كنت تشوف رجلك وتعرف؟ أنا أشوف رجلي مقطعة، واحدة مقطوعة واحدة مشلولة. هذه واحدة من المآسي اللي شفناها. يعني الشباب اليمني دائما يحصل لهم يعني الكثير من المآسي والآلام بسبب الأوضاع اللي في البلاد والتردي والأوجاع، بسبب الفقر والجوع والمرض، بسبب الدكتاتورية والظلم اللي شهدناه. حتى إنه هذا يعني حتى إن الشباب اليمني أو كثير من الشباب اليمني كان يدخل السعودية تهريب عن طريق الحدود يعني. ويا ما شفنا في مقاطع في اليوتيوب ومقاطع في الفيسبوك، مقاطع في أماكن كثيرة، كيف الشباب اليمني يهانوا في الحدود. المشكلة مش كده بس يا جماعة، إنه أحد المسؤولين في النظام السابق لما أعطوه أحد المقاطع قال له شوف كيف يهانوا الشباب اليمني في الحدود، قال هم يستاهلوا. ليش هربوا؟ هربوا من الجوع والفقر. حتى الشباب اليمني اللي سافر كمان بفيزا وشيء رسمي سافر أمريكا، هذا الشباب بعمر الورد وهم في السوبر ماركت يشتغلوا السوبر ماركت تبعهم، دخلوا 3 لصوص وقتلوهم بعد ما سرقوا. One of the men accused of pulling the trigger would be her grandson, 29-year-old Antoine Anthony. كرامة الإنسان أن يعيش في وطن مكرم ولا تسلب كرامته من قبل الآخرين. الإنسان سجد له كل المخلوقات والأرض والسماوات إلا من أبى واستكبر وكان عدو لخليفة الله عز وجل في الأرض.
الإنسان تحققت على يديه ما هو من غرائب وعجائب. فتمام المكارم والأخلاق التي جاء بها الرسل والكتب تحص على عدم انتهاك حرمة وكرامة الإنسان. فإلى متى ونحن عبيد وأذلة مكلومين، من مش قادرين نعمل عمل ولا ننتج ولا نعمل فن ولا إبداع ولا نحقق أماني ذاك الإنسان؟